حاجة، انا اعمل اللي على مزاجي اللي يجي في راسي. بطاطس صيايايايا مبشورة، هنطرطش دلوقتي وهتبقى العملية، ما هي اصلا اعدالي. اوه نسيت خالص، نسيت تماما، نسيت تماما. هتجيبي معلقة من بتات الاكل اللي بتاكلين بيها، اوكي؟ لارج سبون، ملعقة. هي الدنيا ضمه ولا النبي؟ تهيألي اه النور اللي فوق مش واقف. هتاخدي معلقتين لبن بودرة، تو لارج سبون على البطاطس، تو. ابعتي ولا حماقة يشتري لك علبة لبن وخلصي روحك بقى من الموضوع ده. كل لما تشوفيني تقولي لي اللبن خلص. تو لارج سبون اوف ميلك باودر، حطي عليهم اللارج مج، كوباية كبيرة من المية بتاعتك. شطر مش هبطر انا كده. Alright here we go. واحد معلقة كبيرة، اتنين معلقة كبيرة، يا مو اخرة كبيرة، فوق بطاطا صيايا المبشورة، مج مليان مية فوق بطاطا صيايا المبشورة. اهو كده 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 كده. طرطش طرطش. كنت قلعت هدومي، انتي ليه؟ انتي ليه كده؟ انتي ليه؟ انتي ايه حكايتك معايا؟ انا لسه بقول يا هادي. ميكس اب، اخلطي اللبن البودرة مع البطاطس لايك ذا، خلاص؟ حطيها على النار عند ولعي النار بتاعتك، حطيها على النار كده لحد لما تتسلق. ولما بتتسلق بيكون هذا هو شكلها. That's how it looks like. البطاطس اللي انا دايما بعملها لكم بنفس الطريقة، بسيبها على النار، اوعك تعلي النار عليها لتنحرق يا ولية. واتي غلوة ووتي واتي نار، مش انت اللي توتي، واتي نار. المخاخ جميلة حلو، بيبقى هذا هو شكلها. بتاخديها وبتحطيها، لينا نغطيها عشان ما تنشفش. بتاخديها وبتحطيها في كوباية غويطة او كاسة، اي حاجة اي حاجة، ولا تزلعلين اي روحانياتك خالص، وتنزلين عليها خلاص. انا خلاص قررت ان انا لازم كل مرة احسن روحانياتي، ما ينفعش اللي انا بعمله ده خالص كده. نو 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 نو، ما ينفعش. I'm not gonna. هي مش هتسيبيني، انا عارف. هي من اولها طرطشت على الارض عند على البتاع، خلاص انا زهقت كده كده. انا هروح اشتري اي مريلة من البلاستيك اللي هي اصلا ممكن تتزلحق من عليها الحاجة، انا زهقت خلاص منها. هدومي كله باظ منك يا بس ورمة، خلاص انا هدومي كله باظ منك. انا خلاص كده البس ايه؟ البس بربطوز عشان اخلص منك. انا لازم احصن روحانياتي، خلاص انا زهقت. اهي ايوه كده صح، ياس شغال. انا بقى عشان احافظ على روحانياتي، خلاص it's a fashion، هي موضة. عند لما مش عاجبه يخبط روحانياته وراسه في الحيطة بقى. هي كده هي كده هو ده الموضة دلوقتي. وعبي بقى كل حاجاتك جوه كده كل حاجة جوه، كل حاجة. وحزبني يا رقصني، هي فاشن موضة يا امي، موضة. ايوه هي موضة اهو. بصي شوفي كده، انتي ايه حصلتي هدومك من تحت اهو، شايفين؟ اولع النور عشان تشوفوا، يس اولع النور عشان تشوفوا. تعرفون بتهور ما عملت في ابي ايه؟ خلاص خلاص انا زهقت منها، الحاجة طرطشت اوريدي على الارض كلها.
لازم لازم احسن روحانياتي باسرع ما يمكن. لازم هيك خلاص وهغطي كل حاجه، هغطي كل حاجه كل حاجه من الاول عند جديد اهو كده 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 خلاص. يا بيت ورمة ارحميني خلاص. انا عملت بابطوز بتاعي اهو عشان اي حاجة تطرطش من المدفعية ما تطرطش على وشي. بلاش طرطور ناو بقى خلاص، بلاش طرطور، هي هتطرطر لوحدها عليا دلوقتي. هي مش هتسيبني، انا عارفة هي مش هترحمني. سبت لها الجمل بما حمل وبرضو وراي وراي. اعملي رقبة، اعملي رقبة، اعملي فتحة من النص عادي ممكن من حقك، المهم ان انتي تبقي متحسنة عشان هنحط ماسك. هنحط ماسك، لازم هنحط ماسك، لازم نحسن نفسياتنا. انا زهقت منها خلاص خلاص، مخي ضرب، شلعوبي ضرب خلاص كده. ايوه كده، انا كده عملت ايوه كده من غير زرار ولا حاجه. اعمل بقى الدراعات عشان احصن باقي هدوماتي، واطلع الكمين بتاعتي كده اهو كده 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 كده. اخليه شابونيز، خليه حملات على مزاجك، يعني انتي انتي ومزاجك. يس انتي ومزاجك، انتي ومزاجك يا امي. بعدين انتي لو عاوز تخسي تقدر تعملي زي بس من غير هدوم. يعني تبقي بلبوس من تحت وتلبسي الكلام ده هو وتنفضي بقى السجاد، هتخسي اقسم بالله هتخسي. لو لبستي الموضوع ده هو تحت بربطوز وفوق جابونيز هتخسي، انا متأكدة، انا بقولك صدقيني. ايوه، واعملي بقى ايه فاشن، اعملي فاشن عقدة مع عقدة كده كده اهو. اعملي بقى فاشن كده وردة، يس وردة خلاص تمام. يوم لما بقى ايه تكوني بتعملي بقى ايه، حلو ده حلو صح كده حلو، مش شايفه مرايه ولا زفت ولا حاجه، بس انا كده حصنت نفسياتي. يس ممكن اعمل حزام، يس ممكن كل حاجه ممكن خلاص. بس الوحده خلاص، الارض اتوسخت ولا لسه بقول يا هادي؟ الارض اتبهدلت ولا لسه بقول يا هادي؟ خلاص زهقت، زهقت منها، زهقت. I give up، انا give up، I give bloody hell، I give up. اعملي بقى حزام، حزام بأي كيس زبالة وحش مش عايزاه، حزمني يا رقصني. اربطي بقى المسائل كلها مع بعضياتها كده ها كده كده. يس فاشن، يس. ايه رأيكو؟ حلو. يمكن ينط في عيني. اكيد ممكن ينط في عيني، احسن نفسي كده هو. موديل 2022 من بيت هور، ما نحصن نفسنا من اي حاجه، ونبتدي ونجيب الحاجات بتاعتنا ونضرب بالمدفعيه واحنا في امان. احنا دلوقتي في امان، امان يا لالي، لا في امان. ودفى بقى وعرق وعرقي بقى، ونفضي السجاده بقى هتخس صدقيني. اعملي بس الفكره بتاع البربطوز من تحت وطلعي رجليك وايديكي وعيش. اضربي بقى البطاطس، خليكم بقى في البطاطس، سيبكم من الفاشن بتاعي ده عشان انا بتفنن فيه. انا بقى كده ايه، اوسخ روحانياتي، ما اوسخش، انا حره بقى مع روحي. بتعملي ايه يا ابي؟ بنضرب شويه بطاطس مسلوقه على النار مع معلقتين لبن بودره وبيستووا، وبناخدهم نضربهم بالمدفعيه. خلاص الحمد لله نعمت، اصبحت كريمه كريمه. ده بقى الستوك بتاعك الفتره اللي جايه، عشان لما تقولي لي بتعملي ايه يا ابي اقول لك اطرطش، مش مشكله ولا يهمنا، طرطش علينا عادي جدا قوي خالص، والله عادي عادي تمام. انا شايفه عينين عند وشوش بتطلع تضحك عند قلوب. الفكره عجبكي نفذيها، تقدري تعمليها من غير فتحه، سبعه، مربعه، جابونيز، على حسب مزاجك. الحته اللي عايزه تخسي البسيها. يس يس سهله موت. والله انتوا شفتوا يعني خدت ايه مني؟ خدت طرطشتين ثلاثه في البدايه، نبهتني كنت ناسيه، والله كنت ناسيه.
ما عيرتهمش، بس هما تقريبا 3 ملاعق يعني كده كده. خلاص اي بقى حد زبون يخش عينه وحشه عندك قولي له معلش يا ابني بس بعمل الرياضه اليوميه بتاعتي. افردي افردي عشان تحصني روحانيات كده 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 كده. خلاص كتشوره مهببه بحمام اسود، كتشوره مهببه بعدالي القمر والحزام، كتشوره مهببه بهباب اسود. ايوه اللي قالت لي والنبي يابس عدينا او النبي طبت هرمت هرمت خلاص هرمت. يسترداي امبارح امبارح طحنت حاجاتي، طحنت ايه؟ طحنت ترمس ناشف ضحى. بص خط ابني وحش ازاي، قلت له اكتب لي ستيكرز وحطهم لي على البرترمونات على بال ما اقلع واحضر له الاكل. بصوا كتب الحا شكلها ايه غبي، شايفين الحا بتاعت ابني العربي؟ ها ها يعني ايه؟ يعني حمص. ها يعني حمص مش حمار. قلت له اكتب لي ترمس، كتب لي تهري. بصوا تهري ترمس اختصار تهري. قلت له اكتب لي شوفان، كتب لي شو شين واو. اختصارات، عارفين الاختصارات، هو بيعيش بالاختصارات. انت بقى محتاجه ايه مع البطاطس ده؟ هي اقول لك دلوقتي عشان تعملي الماسك بتاعك دايما 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 هي يكون عندك بطاطس متسلقه بالشكل ده، عشان الناس اللي لسه داخلين مش يعرفون الولايه دي بتعمل ايه، بتعمل عمليه جراحيه هتبول على روح هنا كده اهي، شايفين دي البطاطس المسلوقه على النار مع معلقتين لبن. اول ما اقول لك جزر طلعي البطاطس، تطلعي العفريت ايه، تحطيها بقى في علبه بلاستيك عند تشيليها في الثلاجه او في الفريزر بتعيش اسبوع. عايز تحطيها في الفريزر اكتبي عليها قابله للانفجار عشان ما حدش ياكلها. ادي بقى ايه الكميه بتاعه البطاطس اللي انت محتاجاها ناو للخلطه دي. خلاص مضربه عادي مضربه يعني يا ها حمار ها ها يعني حمص. لا انا مش عايزه حمص. ترتر لا تتر ترمس، انا عايزه ترمس، معلقه ترمس فوق اللارج سبون مطحون، يعني ترمس مطحون، ترمس ابيض مطحون مطحون جامد بودره يا وان. خلاص ده كده ايه، انت بتحضري العفريت بتاعك يوميا اهو عشان لو سافرت ورحت ساحل العاج تبقي في امان، معاكي بطاطس شغاله تفجيرات في الفريزر تطلعيها عند تعيشين. ايه هاتي معلقه قلبي لحد ما يدوب في البطاطس جدن قوي خالص، وتحني شويه شوفان اوتس اوتس شوفان. انا هعمل كده ليه؟ انا اجيب لكم كل الحاجات قدامكم وانتوا تفهموا بس باختصار. ترمس ناشف مطحون اوتس شوفان مطحون make it really really like a powder تمام. بوتيتو بويلد with milk powder، بطاطس مسلوقه ما تلهطيهاش بقى، مش انا اعمل كل العمليات الجراحيه ده هي والبس وحصن روحانيتي وانت تقعدي تاكليها، ما ينفعش. اوكي ناو بعد لما حطينا المواد الناشفه بتاعتنا بنسيبها عشان تشرب البطاطس بتاعتنا كده 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 كده. ماسك بقى هتدعي لي عليه، مش هتدعين علي. بيكنج باودر اللي بتشتريها عند بتحطيها في الكيكه عشان تلهطيناها ها، اذا حرانه افتحي الفتحه شويه لتحت كده. انت في ايدك، عايزه كملي مش عايزه up to you. اللارج سبون
من بيكنج باودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر اهي فوق البطاطس. انا هفضل وراكي لحد لما اخليكي من فوق ابيض ومن تحت سمار كده كده. قلبي بقى تطرطش عليكي، قولي مش مشكلة، خدت الشرة عند الروح، طرطشت برا البلاستيك مفروض عند ما تحصنين خلاص كده. مع البطاطس هتلاقي اندمجوا بسرعة جدا. ايوة الماسك ده هتعمليه كل يوم. لو سمارة اعملي بقى هنا وهنا وكل الحتت اللي هتبان، وإلا هتبقي فوق أبيض وتحت ماشية كده أسود. خلي بالك البيكنج باودر لما بينزل مع لبن البودرة وبطاطس المسلوقة ها والترمس، ممكن تبدليه بالحمص، أوكي ممكن تبدليه بالشوفان على حسب مزاجك. أنا اديتك المقادير عند الطريقة أنت تعيشين معي. عايزة تعملينه كل يوم حضري العفريت البطاطس، prepare your potato keep it in the fridge. خدي من البطاطس 4 معالق متدربين في المكنة بالكبة بالمدفعية. يس تمام تمام، بريحه بكلمكم وريحه. احنا لازم كل حاجة عندنا نريحيها. شغال البيكنج باودر للتفتيح، نشل البطاطس المسلوقة مع اللبن البودرة للتفتيح. المقاطع خليك عروسة عند منورة كده هون جو كيس الزبالة الأسود ما بقاش أبي. هتشوفي اهو عايزة بقى تحطي إضافاتك انت يا هتبوظ الدنيا. ما تبدعيش، التزمي باللي أنا بقوله. أنا بقولك لا حطينا ولا ايه، ما حطناش اي حاجه خالص اهو. اي الفيتامينات اللي جوه دي قاتله، مش محتاجه اي حد تالت معاهم خلاص ولا عزول. قلبي وكلمي واشتمي جيرانك وقلبي، هزقي اي حد بيقر عليك قلبي. بصي كل لما بريحه بيفور، شايفه المفعول اللي انت شايفاه ده لما بيهدى بنقفله. انت عارفة هنقفله بايه؟ كل اللي عندي القديمة الناس عارفين هنجيب ايه، هنجيب اللي بيتنطور علينا ده وبنقفل بيه اي عملية. طلعي جوزك من الدولاب خلاص، هي دي الفاينل يعني. A large spoon of corn flour عشان نقفل الفوران العالي ده كده. المعادلة والخط كتاتش هو كده. عايزة تعمليه وتحطيه على وشك فترة مفيش منه اي ضرر، ماكسيموم نص ساعة يترك حتى يجف تماما. نص عليكي خد شارع عند الراحة وخليكي كول وبرد موت بقى. كل حاجة عندك، بربطوزك كويس، اتبلدلتي عملتيها على روحك، اتخضيتي، اي حاجة انت شغالة عند لابسة ايه البربطوز اهو. لفي بقى النشا بالبربطوز، هيقفل البربطوز من تحت اهو كده. ماسك ساحر اخاذ بالذا يا ويكيد مان، والله العظيم this is a wicked one. قاعده ورا البطاطايا انا مستنيه اطلع منها حاجه ذو مفعول. هذا هو، do not hesitate, give it a try guys, it's amazing mask. هتدعيلي عليه مش هتدعين عليا. بصي لما هدي من المعلقة بتاعت جوزك ازاي هدأ جوزك هدأ، بصي جوزك هدأ خلاه هادي and كويس. شايفة اللزاجة بتاعته، it's a homemade natural ingredients from the potato guys, it's a magic sauce out of the potato. اوكي اهو هو بيبقى كده. حسيتي انه سايل اعرفي ان انتي مبهدله الدنيا عند حاطه مقادير غلط.
مش هفضل مش هقدر انا اجي اعمل لك كل حاجه في البيت عندك، انا مش بشتغل عندك ونين يعني. نو يوضع على بشره نظيفه تماما. يس يفرد بيفرد. بصوا يترك ويتهوى 5 minutes another cold again ويتهوى another cold again. ينفع اي حته بقى فرشحي بالبربطوز على الارض وحطي بقى وسيبيه يتهوى اهو. يس اتهوى ادعاكي نشا البطاطس هيضيع لك التجاعيد بالتدريج انا متاكده في خلال اسبوعين. لو الخلطه دي مش عاجباكي في خلطه تانية هخش بيها بالبربطوز هناك في صفحه صغيره اروح امسي عليهم وانا لابس العمليات كده جراحيه. اطفي نور ولا اعمل ايه؟ اطفي النور مش مشكله يعني هي جت عليكي اهو شايفه اهو بيشربوا الجلد. يس اند بعد لما بيشربوا الجلد بتحطي طبقه ثانيه طبقه ثالثه لحد ما تخلصي الكميه اللي انت عملتيها. alright عايزه بقى تحطي تحت الكيس حطي على رقبتك بقى يسيل على الكيس بتاع العمليات شغال ما انتش زلعانه من اي حاجه. على دراعاتك بقى لفوق شغال انت لابسه كيس العمليات عند على رجليكي على وركاتك لحد البربطوز من تحت انت كده في الامان. اغسل ايدياتي بقى عشان اشوف انا هعمل ايه تاني دلوقتي.